نواصل في كلام الشيخ بابكر في منهج الفرقة الناجية. قال أهل العلم سميت الفرقة الناجية بالفرقة الناجية لأنها في الدنيا نجت من الضلال وفي الآخرة نجت من النار، فسميت بالفرقة الناجية، وقال أهل العلم غير ذلك. والفرقة الناجية مستنبطة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق اليهود إلى 71 فرقة، وستفترق النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة. فسُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلها في النار إلا واحد من 73 دي، في 72 فرقة دي كلها فرق ضالة، إلا في فرقة واحدة ناجية. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا حريصين على الخير ودارين يعرفوا الفرقة الناجية حتى يتمسكوا بمنهج الفرقة الناجية. فقال: ما كنت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذا نفهم من الكلام ده أخوانا إن الفرقة الناجية ما هي عبارة عن جماعة معينة، لأن في بعض الناس لما يسمع الفرقة الناجية طوال بيجي في باله جماعة ناس فلان ولا جماعة ناس علان. الكلام ده أخوانا غلط. إنما الفرقة الناجية عبارة عن منهج كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، من تمسك بهذا المنهج نجا، ومن خالف هذا المنهج غوى كده. يا أخوانا الموضوع ده واضح؟ طيب، وأهل العلم قالوا في مسميات كثيرة لمن تمسك بهذا المنهج، وذكر الشيخ بابكر السلفيين أهل السنة والجماعة وغيره. زمان يا أخواننا ما كان في التسميات دي، زمان السلف ما كان في تسميات. طيب التسميات دي جات ليه؟ أهل العلم قالوا التسميات دي جات للتمييز بين أهل الحق وأهل الباطل. ما معناته يا اخوانا كونه الزول يقول انا سلفي معناته تابع للجماعة، لانه السلفية يا اخوانا ما عبارة عن جماعة رئيس فلان والنائب بتاع فلان، لا ابدا. انما السلفية عبارة عن منهج، اي معناته الشخص ده تابع لمنهج الكتاب والسنة بفهم سلف الامة. السلفي معناته انت متمسك بمنهج السلف الصالح اللي هو الصحابة، واساس السلف هو الصحابة يا اخوان، لان ربنا سبحانه وتعالى قال: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالصحابة هم اساس السلفية وهم السلفيون. والدليل يا اخواننا على الكلام ده لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: انا خير سلف لك. فواجب عليك تتبع منهج السلف اللي هو الصحابة رضي الله عنهم. هنجي للكلام قدام، لكن يا اخواننا انا كلمتي هي صدد الكلام عن أصول المنهج السلفي.
او ممكن تقول اصول الفرقه الناجيه. لانه يا اخواننا كونك بدك تتبع المنهج ده لا بد تتعلم عشان تتبعه، ولا كيف يا اخواننا؟ انا ما ممكن طيب الليل ليله يا اخي الفرقه الناجيه والمنهج السلفي وما توريني اي حاجه عنه. لا بد تعرف اصول المنهج السلفي، واذا انت اتبعت اصول المنهج السلفي انت اتبعت المنهج السلفي فنجوت. طيب الاصول دي جايه من مين؟ قال الشيخ سليمان الروحي: جاءت هذه الاصول من استقراء العلماء لاصول المنهج السلفي او لاصول منهج السلف. يعني العلماء استقروا نصوص الكتاب والسنه فوجدوا ان المنهج السلفي له اصول وهذه اصوله، واستندوا على حديث العرباض بن ساريه رضي الله عنه حيث قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه بليغه وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كانها موعظه مودع فاوصنا. فمن هنا بدت الوصايا، والوصايا هو انها عباره عن اصول للمنهج السلفي. عشان كده اهل العلم قالوا لما الزول يجي يموت بيوصي باغلى ما عنده. فالصحابه رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كانه شايفين ان الموعظه اللي وعظت علينا دي كانها موعظه مودع، هوصينا بعد. فبعد ذاك النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالوصايا، واهل العلم قالوا الوصايا دي هي اهم اصول المنهج السلفي، لانه اصول المنهج السلفي كثيره. يعني احنا في الجلسه دي ما حنقدر ناخذها كلها، لكن هنتكلم عن اهم اصول المنهج السلفي. اول حاجه قال: اوصيكم بتقوى الله. وتقوى الله اهل العلم قالوا المقصود بها توحيد الله عز وجل. يعني الاصل الاول في منهج السلف انه منهج السلف قائم على توحيد الله عز وجل. الكلام ده جايبين من مين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. قال أهل العلم: كلمة التقوى هي كلمة لا إله إلا الله، وكلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. واحد. اثنين، إلياس عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى جاب في القرآن الكريم قال: وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه لم شنو؟ ألا تتقون؟ يعني شنو ألا تتقون؟ أي ألا تعبدون الله عز وجل؟ أي ألا تفردون الله عز وجل بالعبادة؟ لأن الكلام اللي بيجي بعديها بيوجع لك الكلام الكبار. ولم أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. يعني قال لهم تتركوا عبادة الله وتتمسكوا بعبادة البشر وتتمسكوا بعبادة الأصنام وعبادة الأولياء والصالحين المزعومين. فمن هنا العلماء قالوا أساس التقوى التوحيد. إذا الأصل الأول من أصول المنهج السلفي التوحيد، تحقيقا ومحبة وعملا ودعوة. التوحيد يا اخوانا ما ماساي، والله احنا موحدين وتشجيع وتكبير. التوحيد ده ما عنده تحقيق. اول حاجة تحققه في نفسك تدعو ربنا سبحانه وتعالى براو، تستغيث بربنا سبحانه وتعالى براو، تتوكل على ربنا سبحانه وتعالى براو، نعبد الله ولا تشركوا به شيئا. انت كسلف مختل التوحيد،
ولما تسمع التوحيد ما بتتضايق من سماع التوحيد ولو اتكرر لك ألف مرة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت شنو يا إخوانا قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فالناس يا إخوانا المال إلى التوحيد أو في قلوبهم مرض أو عندهم دخل يتلقاهم لما يذكروا التوحيد يتلقاهم إخوانا بيتضايقوا ما مرتاحين. وتلقى واحد سلفي يقول لك هذا الزول ده موضوع واحد موضوع واحد كيف؟ يقول لك الزول ده كل ما يتكلم في التوحيد انت ما فهمت اي حاجه لحد الليل. الزول ماشي مع السلفيين ليل ساي كذا اقعد اقرا اصول المنهج السلفي واتعلم المنهج السلفي بعد ده شوف الحاصل شو. فاساس المنهج السلفي يا اخوانا التوحيد. حققت التوحيد تحقق كمال التوحيد. شيخ سليمان الرحيلي قال على السلفي ان يحقق التوحيد وان يحقق كمال التوحيد لان تحقيق التوحيد شيء وتحقيق كمال التوحيد شيء. شاكدة الامام محمد بن عبد الوهاب لما سرد الابواب في كتاب التوحيد اتكلم باب من حقق التوحيد دخل الجنه صح ولا ما صح؟ وفي ابواب ثانيه قدام جاب يعني انه الانسان يحقق كمال التوحيد صح ولا ما صح؟ وجاب حديث لحد ما ذكر الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. اذا انت قريت كتاب التوحيد بتلقى الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون هم الذين حققوا كمال التوحيد. لان يا اخواننا كونك اهل العلم ده كونك تكتوي الكلام ده اخواننا فيه كراهيه. لكن كونك تتركه ده فوق كمال للتوحيد. وكونه تراني زول يرقي ليك ما حرام. لكن ممكن تطلع من السبعين الف الذين يدخلون الجنه من غير حساب ولا عذاب. لكن كونك ترقي لنفسك ده من كمال التوحيد. بل هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم شنو يا اخوانا؟ يتوكلون. فالواجب عليك تحقق التوحيد وتحقق كمال التوحيد عشان تكون سلفي وتهيب على التوحيد. ودي يا اخواننا للاسف الشديد بقت مفقوده الليله زي ما ذكر شيخ بابكر ان يا اخواننا السلفيين اتالفوا. السلفيين يا اخواننا كلهم كم؟ السلفيين يا اخواننا بشر وبالنسبه للمجتمع غريبين. بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. فيعتبر يا اخواننا السلفيين من الغرباء لانه بسيطين. كم يا اخواننا السلفيين؟ في العالم كله خلينا في السودان، في العالم كله سلفيين كم؟ اهل العلم قالوا يا اخواننا كالشعره البيضاء في الثور الاسود. دول السلفيين يا اخواننا قله. ومن زمان قله يا اخوان خلينا الليل. فالناس يا اخواننا يتالفوا وتهب اخوك الموحد ده في اي منطقه من المناطق. في شندي، في سنار، في نيالا، في كوستي، في مدني، في اي حته، اخوك سلفي تحبه طوالي. عرفت انه ذو السلفي منهجه صحيح تحبه طوالي. مش في السودان، في اي دوله، في اندونيسيا، في السعوديه، في ايطاليا، في روسيا، في اي حته، اخوك سلفي تحبه طوالي. يا اخواننا كله من اصول المنهج السلفي. تحب التوحيد، تحقق التوحيد، تحب كمال التوحيد، تدعو للتوحيد. تمشي اي مسجد تتكلم للناس بالتوحيد. تدعو الناس للتوحيد، تذكر الناس بالتوحيد. اتكلمت في خطبه جبت حديث تذكر الناس بالتوحيد. جبت ايه تدخل في التوحيد. جبت قصه تدخل في التوحيد، لان يا اخوان الامه الليله محتاجه للتوحيد، صح ولا ما صح؟ الاصلي ده الاول ده خالفوا فوقه جماعات كثيره جدا. ابدا من الصوفيه. قال دين هو حايف من اللوح الاول لا. عشان انت تعرف منهجك شنو؟ وتعرف انه انت متمسك في منهج سلفي صحيح. انت ماسك في التوحيد، بتحب التوحيد، بتحقق التوحيد، بتدعو للتوحيد، الصوفي ده كله ما قاعد يعمل. بيمشي يدعو الشيخ، يستغل بالشيخ، يمشي يتمسح بالقبه، بالضريح، ده اذا ما عنده علاقه بمنهج السلف، ولا عنده علاقه بمنهج الفرقه الناجيه. عشان ما يجي صوفي يقول يا اخواننا انا داخل في الفرقه الناجيه، لا انت ما داخلني. ليه؟ لان انت بتمشي تتمسح بالشيخ.
اذا انت ما حققت التوحيد، انت بتمشي تدعو الشيخ في القبر، ما حققت التوحيد، ما حققت الاصل الاول من اصول المنهج السلفي. بتلاقي اللي بعديهم جماعه للتبليغ قاعدين في الباب ده، الاصل الاول ما بدعو للتوحيد، دعوتهم كلها لفضائل الاعمال، السواك وحقوق الوالدين، حقوق الجار من الدين. لكن يا اخوانا ده اصل الدين؟ اساس الدين؟ ما اساس الدين ولا اصل الدين، اصل الدين واساس الدين التوحيد. دعيت للتوحيد انت دعيت للمنهج السلفي، دعيت لمنهج الانبياء والرسل. ما دعيت للكلام ده انت خالفت المنهج السلفي. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. بتجينا انصار السنه، لما نكون واضحين نحن اخواننا ولا شنو؟ احنا ما شاء الله قاعدين في حته طيبه، فنكون واضحين. انصار السنه خالفوا المنهج السلفي. خالفوا كيف؟ غاداتهم، نحن بنحاسب الناس اخواننا بغاداتهم، وبنحاسب الناس بالضروب بالتحت. ما تقول لي فلان والله شغال توحيد في القريه الفلانيه، انا ما عندي شغله بفلان، عندي شغله بانه تابع لفلان ولا ما تابع له. قال انا انصار السنه ولا ما قال؟ اي قال، اول انت تابع له. لانه عندك رئيس وعندك نائب وانت مقتنع بانه دي جماعه وانت مفتخر بها، مفتخر بها. تعال نوريك غاداتها قالوا شنو؟ بتاع المركز العام، رئيس المركز العام قال ان احنا بنينا 108 مسجد للصوفيه الهديه. قال بنى 108 شنو يا اخواننا؟ مسجد لمنو؟ ما للسلفيين، للصوفيه عباد القبور. ده 108 مسجد يشرب الشرك. وقال انا بحب شعر البرعي لانه عنده شعر جيد، وده خالف يا اخواننا عقيده الولاء والبراء، لانه الموضوع ده طويل. ده اصل من اصول المنهج السلفي بالمناسبه يا اخواننا، عقيده الولاء والبراء اصل من اصول المنهج السلفي. مشكله بس ما حنلقى زمان عشان نتكلم فيه. ده خالف الاصل ده كله، قال انا بحب البرعي، قال لانه عنده شعر جيد. وزي يا اخواننا نشر الشرك، نشر عباده القبور، نشر عبادة الأضرحة، نشر المدايح الشركية. ده أنا أقول أنا بحبه لأنه عندي شعر جيد. هل من شعر جيد إنه يخليك تنادي غير ربنا سبحانه وتعالى إن أبا خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل؟ ده شعر جيد. تعال امسك بغادي بتاع الإصلاح محمد الأمين إسماعيل ده النايب، بيجيبوا يا أخواننا ذلك وبيسمع في المدح بتاع الصوفية وبالطوبة وفي لابس الشعر الأخضر. هل ده اخواننا حقق الاصل الاول من اصول المنهج السلفي؟ ده ما حقق الاصل الاول، ده نمره اثنين. بغادي برضه بين الجمعيه. ما الناس دي كلها اخواننا مخالفه الاصل الاول. انا احنا مشكلتنا مع انصار السنه اخواننا عشان ما يخشوا يقول لك خلافات من دولات ما بسيطه، ما بسيطه، خلافنا معاكم في الاصل الاول في العقيده. اول حاجه نحل موضوع العقيده ده، هل احنا بندعو للتوحيد بوضوح وإذا لقينا طريقة بنجي مسامي بدون مفاسد ومصالح، إذا بنراعي المفاسد والمصالح، المسجد ما فوقه مفاسد إلى آخره، بنجيب مسامي وندرس الصوفية، ندرس القبور، ندرس الأضرحة، لأنه ده دائرة واضحة الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم. وأمر الأنبياء بأنه يوضح ويبين. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. يا أيها الرسول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله. هذا البلاغ والبيان الواضح. لكن تقعد تتلولو ونرى ونفتكر وقسمت لاربعه وقسمت لخمسه الى اخره. المهم موضوع طويل. ونحن بارينام كثير، الكلام ده اخواننا بنتكلم عنه عن بصيره وعن علم. ما ظلمناهم والله، والله ما ظلمناهم. لكن هم ظلموا انفسهم بانهم تركوا دعوه التوحيد ومشوا باروا الاخوان المسلمين وباروا السياسه وباروا الاموال وباروا المنظمات وباروا الدنيا وباروا الجمعيات الى اخره. فلا بد يا اخواننا نوضح المنهج السلفي ولا شنو؟ فاهل العلم الشيخ سليمان الرحيلي والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل بن هادي والشيخ محمد بن هادي والشيخ محمد امان الجامي وغيرهم من المشايخ والعلماء الافاضل بينوا المنهج السلفي واضح موضح. لحد ما الشيخ عبد الرحمن محي الدين سالوه الاخوان عن المنهج السلفي، قال الان المنهج السلفي بدا في السودان بشيخ مزمل فقيري وابو بكر ادم. والله العظيم جد سالناه
وده زول عنده سند سند للنبي صلى الله عليه وسلم، عنده احاديث فيها سند للنبي صلى الله عليه وسلم، وبيدرس كتب العقيده وكتب التوحيد الى اخره. فالمنهج السلفي ده اخوانا قال كاتمين ونازل، والله العظيم جد كاتمين مره واحده، لكن الحمد لله الان المنهج السلفي واضح، والدعوه السلفيه واضحه، جبهه جاي دعوه السلفيه وجبهه جاي اي واحده منها سلفيين الحمد لله دعوتهم واضحه ومسكين الى الان الحمد لله في منهج السلف، وبدعو الناس لمنهج السلف باصوله بقواعده بعلمه الى اخره. طيب نمرة اثنين، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. قبل ما نجي للسمع والطاعة قال فعليكم بسنتي، لأن يا إخواننا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم به دائما بعد شنو يا إخواننا؟ بعد التوحيد. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فلا بد يا اخواننا من ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباع حقيقي، ما اتباع يا اخواننا بل ادعاء، اننا بنحب الرسول ونحن احباب الرسول، ما بل ادعاء يا اخوان. عشان كده الشاعر قال لو كان حبك صادقا لاطعته، ان الحبيب لمن يحب مطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم، انما انا عبد قولوا عبد الله ورسوله. تعالوا شوفوا الليله الصوفيه، الصوفيه بيغلوا في النبي صلى الله عليه وسلم، احمد يا حبيبي سلام عليك، يا مسكي وطيبي سلام عليك، بيقول يا كاشف الكروب سلام عليك. وبيكشف الكروب من يا اخوانا؟ ربنا سبحانه وتعالى. ده كل يا اخوانا مخالف للاصل الثاني وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في مظهرك، في كلامك، في فعلك، في قولك، في حركاتك، في سكناتك، في كل شيء اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. تلقاهم حالقين اللحى بتاعتهم، يقول لك يا اخي ما سنه ساكت ساكت كده بس ساكت، دي سنه واجبه من الحلال، سنه واجبه، لانه ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم، حف الشارب وعف اللحى، واجب عليك انك تلبي لحيتك، ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم. اذا انت امرك زول بتحبه شديد بتطيعه، صح ولا ما صح يا اخوانا؟ بتطيعه. طيب اذا انت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم بجد وبحق وبحقيقي، انت بتتبعه ما بتكبر ساعه تقول انا بحبه، بتتبعه طوال. فتلقى واحد يا اخوانا مزبل، وتلقاه حالق لحيته الى اخره الى اخره، تلقاه يجي لك في المسجد ويقول لك احنا بنحب الرسول، ويبدا يمدح في الرسول ومديحه كله فوق غلو وفوق كذب ولف ودوران. ده يا اخواننا ما من منهج السلف ولا اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم لانه نطيعه، نسمع كلامه، نعمل اوامره، نجتنب نواهيه الى اخره. نمره ثلاثة، السمع والطاعة لولاة الأمور. قول يا إخواننا أطيع ولي الأمر، ده أصل من أصول المنهج السلفي، قال ربنا سبحانه وتعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. الأمير والرئيس تطيع يا إخواننا في غير معصية الله. وشوف يا إخواننا الآية دي الضبط في هذا كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول، ما قال واطيعوا اولي الامر منكم، ليه؟ لان يا اخواننا طاعه الله وطاعه الرسول طاعه مطلقه. اما طاعه ولي الامر فهي طاعه مقيده بطاعه الله وطاعه رسوله، فاذا خالف الامير امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا سمع ولا طاعه. أما إذا أمرك بشيء ليس فيه معصية فالواجب عليك أنك تتبع كلام ولي الأمر، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وما يجوز يا أخوانا الخروج عليه، عشان كده جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون فيكم أمراء
قلوبهم قلوب شياطين في جسم الإنس. قلوب يا أخواننا قلوب شياطين ده معناته شنو؟ معناته ظلمة صح ولا ما صح؟ عشان ما تقول لي يا أخي الحاكم ده ظلم والحاكم ده فجر والحاكم ده عمل والحاكم ده سوى. قال لك قلوب شياطين عادي في جسم الإنس. الجسم برا زول بني آدم، القلب جوا قلب شيطان عادي لسوء العمايل اللي بيسويها. بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمع وتطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال تسمعوا حتى تطيعوا حتى تلقوني على الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أخذ مالك وجلد ظهرك تسمع وتطيع. تقول لهم يا أخواننا ليه؟ للأمير ليه؟ لأن يا أخواننا الأمير بيحفظ الأمن وبيحفظ البلد من الانفراد، بيحفظ لك حدود البلد، بيحفظ لك الاشياء المتعلقه بالامان والى اخره، مصالح البلد ومصالح البلاد والعباد. وشفنا وراينا بعيننا الدول البر حصل فيها شنو؟ وبلدنا حصل فيها شنو؟ دي كلها يا اخواننا اللي حصل لنا ده كله مخالفتنا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. خالفنا امر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث جاءت واضحه، الايات جاءت واضحه، قالوا لا انتوا لما سلطان وانتوا دافعين ليكم وانتوا عاملين ليكم. احنا نطلع نخرج. الجماعه طلعوا في اعتصام القياده العام. وسبحان الله الاصل ده يا اخواننا متفقين فوق جميع اهل البدع الصوفيه والاخوان المسلمين، وده الاساس الموضوع ده ذات، لانه الاخوان المسلمين اصلا قايمين على الحركه، منهجهم قايم على الحركه، الخروج على الحكام ومنافسه الحكام والاستيلاء على السلطه، ده اساس دينهم كده ده اخوان المسلمين. وانصار السنه والبلاغيين وغيره كلهم يا اخواننا ساكنين في الاصل ده، والخوارج والتكفيرين تك ساكنه. وقدامة الثوره السودانيه المشؤومه، الجماعه ده بيقول لك الثوره شنو؟ المجيده مجيده، عندنا المجيده شفناها لا في خرطوم لا في مدني لا في اي حاجه، بعدين بيقال ركنونا الجماعه دي. ليه؟ لانه احنا خالفنا امر النبي صلى الله عليه وسلم. طلعوا في اعتصام القياده العامه الصوفيه السمانيه بالكشاكيش بتاعتهم، كشكك 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 من برا، خوارج وغيرهم طلع من اهل البدع. عبد الحي يوسف طلع المنبر فشنو نخرج وما بعرف ايه، لما واحد شجاع قال له قوم نطلع الزول ده زار، زي ما قال شيخ مظلم قال خش النوره تحت جوه، خش النوره زار. انت وقت بتحرض الناس على الخروج انت ما تقدر راجل اطلع قدام الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال او علي بن ابي طالب قال كان اذا حمي الوطيس اتقينا بالموح وانا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لانه قدام كان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ده بيت ورا يحرضوا الناس وجيلهم شركوا بالبراد ويقعدوا في مكيفات في جبره، هسه كانت قلبه جبره ومشى هناك قال في تركيا يحرضوا الناس ليل ليل يا اخوان. المهم موضوع طويل. ف غير من الجماعات، غير من الجماعات الخرجت وحرضت الناس اخواننا على الخروج، ومن هذا على السنه ثابت من زمان. من الليله يا اخوان زمان الخروج مبجوز، الليله الخروج مبجوز، بكره الخروج مبجوز، بعد بكره الخروج مبجوز. اذا جاء ديل ولا ديل ولا جديل ولا جديل، المنهج اخواننا ثابت انه الخروج على الحاج مبجوز. ما بيجوز يا اخواننا الا بامور من ضمنها ان يا اخواننا الحاكم يكفر كفر بواح، واحد اثنين قال لا يقيم الصلاه فيكم او لا يقيم الصلاه فيكم، يعني ما يامركم بانكم تصلوا، قفل الجوامع قفل شروق قول الناس ما تصلوا. بعد ما منعكم من الاشياء دي ثاني في اشياء العلم قالوها من ضمنها ان يا اخواننا يؤمن المفسده، يعني لما نخرج عليهم ما تحصل مفاسد اشر من الاشياء اللي خرجنا لتغييرها ولاصلاحها. لانه في ناس بيطلعوا
انه العيش غالي والبنزين غالي والشنو غالي، بعد شويه لا بيبقى في بنزين ولا بيبقى في عيش ولا بيبقى في زيت ولا في طحينه ذات، ما في اي حاجه. اهل العلم قالوا طالب قال يا اخواننا تنصب زول يكون كفر وتكون مجهزه، زول كفر انت تكون مجهزه عشان تنصبه، بقول انت طلعت على الحاكم وزلته، طيب ها جايب منه؟ كنت تجمع ولا قطع منه، صح ولا ما صح؟ فلا بد يا اخواننا تجهز زول كفر تنصبه محله. اهل العلم قالوا بعديها قالوا يكون عندك القدره على ازالته. مش تجي انت شايل لك سكينه، شايل لك حربه، شايل لك ما بعرف شنو، شايل لك رشاش ومسدس، ما برشك قلت اي منك. تكون عندك القدره على ازالته من غير مشهد. ربنا سبحانه وتعالى قال: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل. طيب، ف في حاجه ثانيه مهمه شديد، اللي هي ان يا اخواننا لا بد من مبايعه الحاكم. لا بد. الشيخ سليمان رحيلي عنده كتاب جميل جدا، انا بعد ما انتهي من كلامي حوريكم اليوم. في كتابه ده قال لا بد من مبايعه الحاكم. ليه؟ قال لانه اذا انت مت وما في عنق البيعه مت ميته جاهليه، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. طيب كيف تكون مبايعه الحاكم؟ هل انا امشي ابايع الحاكم عديل في يده كده واقول له يا اخي بايعتك؟ قال تبايع اهل الحل والعقد. دول الناس المسؤولين من تنصيب الحاكم، دول انت بتبايعهم فاكيد البيعه بتاعتك تمت. او تبايع بجنبك انه مثلا الحاكم معروف فلان الفلاني، الليله حاكمنا معروف البرهان، فانت بجنبك بتكون مبايع. خلاص كده تمت البيعة. لكن اذا انت ما مبايع حاجه انسان كده ولا بقلبك ولا باي حاجه، النبي صلى الله عليه وسلم قال مات ميتة جاهلية. الموضوع ده يا اخواننا انت بقول تسال فيزا، فلا بد تكون عندك بيعه لمن يا اخواننا؟ للسلطان وللامير وللحاكم. طيب، فبعد ذلك قال عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. بعد ما انت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم لابد يا اخواننا تتبع منهج السلف. اذا انت اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وما اتبعت منهج السلف انت ما طبقت المنهج السلفي. كيف الكلام ده؟ الكلام ده بادله. ربنا سبحانه وتعالى قال: والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. دول من يا اخواننا؟ دول الصحابه. المهاجرين والانصار دول منو؟ الصحابه. قال: والذين اتبعوهم باحسان. دول بيجوا بعديهم وبيتبعوهم. قال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل. شنو يا اخوانا؟ المؤمنين دول منو؟ دول الصحابه. قال: نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي، ابو بكر وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة من اخواننا الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فاذا واجب عليك ملزم عليك انك تتبع منهج السلف الصالح اللي هم الصحابه. واجب عليك. طيب، فبنلقى اخواننا كثير من الجماعات ايضا بتدعي زورا وبهتانا انتماء لمنهج السلف. تلقى واحد كاتب لك انا فلان الفلاني السلفي، فلان الفلاني الاثري. لان يا اخواننا في وقت من الاوقات بنتجه فوق المنهج السلفي، زي في فتره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ مقبل ابن هادي والشيخ الالباني. يا اخواننا في الوقت ده السلفيه دول. فاتباع حسن البنا الاخوان المسلمين كان بيقولوا احنا سلفيين. ليه؟ عشان دعوتهم تمشي. وجاء محمد سرار زين العابدين اشتغل بنفس الدقه السلفيه، الدعوه للتوحيد والنهي عن الشرك واتباع منهج السلف الى اخره، هو خبيث سرور.
لانه بعد ذلك بدا يبث في الافكار بتاعته السروريه وينقل في كتابات سيد قطب وينشر في التكفير. وعبد الرحمن عبد الخالق ايضا تبعه في هذا المنهج الباطل الخبيث، وغيره من اهل الباطل امثال منهج سلمان العوده ومنهج العريفي ومنهج مين 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 من الاخوان المسلمين الجو والبر. كلهم يا اخواننا بيدعوا انه تابعين لمنهج شنو يا اخواننا؟ السلف الصالح. طيب اذا انا اتبعت منهج السلف، اذا انا اتبعت منهج الصحابه، الكلام ده يا اخواننا مهم شديد، دي تاصيلات مهمه لابد الانسان يركز فيها. اذا انا ما اتبعت منهج السلف منهج الصحابه ده، هل علي اثم؟ نعم، اذا انت ما اتبعت منهج السلف انت اثم ومنهجك باطل، وانت ما تكون من السلف حتكون من الخلف. لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي امرنا باتباع شنو يا اخواننا؟ منهج السلف. والكلام يا اخواننا في الكلام في الموضوع ده طويل شديد، لكن انا داير اختصر. طيب قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعبدوا عليها بالنواجز. وده يا اخواننا من شدة التمسك بمنهج السلف والتمسك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن يا اخواننا يعني في فتن كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ففي اختلافات وفرق وجماعات، لما تلقى واحد راسه يضرب يقول لك يا اخي دول كتار ذاته وشيوخ مختلفين وجماعات وفرق وجوطه كثيره، انا اعمل شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم وراك الحل، الحل بسيط شديد. قال تركت فيكم امرين، امرين بس، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. تمسكت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى القران وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بمنهج السلف الصالح انت بتنجو. طيب اخر حاجة قال واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والبدعة يا اخواننا هي الزيادة في الدين، وهي التعبد بشيء لم يشرعه الله ولم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا جاء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانت تجيب لك حاجة جديدة زي مثلا صيام النصف من شعبان، دي بدعة، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من بفعلها ده يعتبر يا اخواننا مبتدع. وغيره من البدع الرجبيات والحوليات وغيره من الاشياء المبتدعة المقدس يا اخواننا الانسان يفعلها. والبدع يا اخواننا كلها ضلاله، لانه الصوفيه بيقولوا انه في بدعه حسن، عشان كده الامام مالك قال من ظن ان في الاسلام بدعه حسنه فكانما ظن ان محمدا قد خان الرساله. ما في بدعه يا اخواننا حسن، كل بدعه ضلال وكل من صيغ العموم. ما في يا اخواننا بدعه حسنه ابدا، كل البدع لا، كل البدع ضلاله. طيب من المبتدع الليل يا اخواننا كتار شديد، الصوفية والبلاغاتية الأخرى، وده كلهم يا اخواننا واقعين في البدع وغرقانين في البدع. أي بدع الصوفية ده ما خلوا، أي بدع بتلقاهم راكبين فيه، بدعة الخروج، بدعة التمسح بالقبور، بدعة شنوب، أي بدعة من البدع بتلقى اخواننا الصوفية راكبين فيها. وما بيجوز يا اخواننا الاستماع لأهل البدع، وما بيجوز مجالسة أهل البدع، وما بيجوز مماشاة أهل البدع، ده من أصول المنهج السلفي. يعني تلقى واحد طالع مع المبتدع صار السنة ولا غيره ولا غيره، طالع معاهم خش معاهم ونازل معاهم، أنت زيهم أنت زيهم، المروى على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف، أنت زيه. قال لك لا تنظر إلى المرء وانظر إلى شنو؟ إلى قرينه، فإن القرين بالمقارنة يقتدي. ما تعب رقبتك كثير، أنت متابع منه، متابع السلفيين أنت سلفي، ماشي مع الإخوان المسلمين أنت إخواني، ما ندعك كثير ذاك، لأن السلف أصلوا للكلام ده. ما تقول له أنا سلفي وأنت ماشي مع الصوفية، ترى بتنصر وده قلوبة وخاشي مع الصوفية في 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 النوبة والذكر، معقول أنت سلفي؟ ما عندك علاقة بمنهج السلف ولا سلفي، انت صوفي طوالي،
بتستمع لأهل البدع. مين ومين ومين ومين؟ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب ومين من أهل البدع والإخوان المسلمين بيستمع لهم. فقال يا إخواننا ضلال من أهل البدع. إذا استمعت لهم أنت آتي مبوس. قالوا ذلك يضلوك. عشان كده جاء واحد لابن سيرين فقال له ده أنا أقرأ عليك آية. آية واحدة بس من القرآن. عشان ما تقول لي لا هذا قرآن وده شنو وده شنو. قال له ولا آية. ما بجوز يا إخواننا الاستماع لأهل البدع أبدا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها قال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا شنو يا إخواننا؟ مثلهم مثلهم يعني شنو؟ هذا زيهم تزيهم. وما بجوز يا إخواننا التعاون مع أهل البدع زي ما صلوا الهواري ما صار السنة. قالوا بجوز التعاون مع أهل البدع بجوز التعاون مع الصوفية يتعاونوا معهم. ما شفت الدجال عمل مع شيخ نوبو شنو؟ ولو شيخ نوبو ذات المهم جابوا نوبو باركوها وشالوا كلها راحت شوارع البلد بكيسين مكرونه واثنين كرتونه شعيريه. دعوة للتوحيد قال 30 سنه 30 سنه بكيسين مكرونه واثنين كرتونه شعيريه. معقول يا اخوانا؟ فهذول ضيعوا الدين يا اخوانا وتعاونوا مع اهل البدع. محمد الامين اسماعيل تعاون مع غنى الطيبه والسروريه والاخوان المسلمين كلهم بيتعاونوا مع اهل البدع. الموضوع ده عندهم تاصيل عليه باصل لهم رئيس المجلس العلمي بيجيب طلباته باصل يجوز التعاون مع اهل البدع وبيجيب تاصيلات كلها باطله حلف الفضول وشنو شنو والكلام يا اخواننا موجود الردود عليه يعني. فما يجوز يا اخواننا التعاون مع اهل البدع لان ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنتم اتخذ المضلين عضدا اي نصيرا ومعاونا. واهل العلم عندهم كلام واضح الكلام ده انا بس ما اقدر اطول عليهم. فما بجوز معاونتهم ولا الاستماع لهم ولا مجالستهم ولا مماشاتهم ولا تبعد من اهل البدع وتبعد من البدع نفسها. طيب فماذا نطول على الناس اخواننا دي اهم الاصول اهم اصول المنهج السلفي. في اصول ثانيه يا اخواننا من الولاء والبراء ووسائل التكفير تكفير المعين واقامه الحجه وغيرها من اصول المنهج السلفي ان شاء الله نجي نبينها في مجالس ثانيه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا وما يحب ويرضى. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا علما.